أربع ملاعب جزائرية من التجميد إلى التجسيد. الملعب الأول في ولاية تيزي وزو وهو ملعب حسين أيت أحمد. هذا الملعب الذي يقع في منطقة بوخالفة بمدينة تيزي وزو. تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب 50,000 مقعد، وهو ملعب مغطى بالكامل. أرضية الميدان الخاصة بالملعب هي عشب طبيعي. المرافق المتواجدة في الملعب جزء من مجمع رياضي يضم 12 مبنى. الملعب مصمم وفق معايير الاتحاد الدولي فيفا. الملعب الثاني والذي سنتحدث عنه وهو ملعب نيلسون مونديلا. هذا الملعب الذي يقع في مدينة براقي بضواحي الجزائر العاصمة. سعة الملعب 40,000 متفرج، وهو ملعب بأرضية ذات عشب طبيعي. افتتح الملعب في جانفي من سنة 2023، ودائما تصميم الملعب كان وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. نبقى دائما في الجزائر العاصمة، وهذه المرة إلى الدويرة، أين يتم تجسيد وبناء ملعب ليلابوينت. الموقع هو الدويرة في ضواحي الجزائر العاصمة. الأرضية بعشب طبيعي، والطاقة الاستيعابية للملعب تبلغ 40,000 متفرج. المعايير التي اختيرت للملعب هي معايير وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويعتبر من الملاعب المغطاة في الجزائر. نذهب الآن إلى وهران، وبالضبط إلى الملعب الجديد وهو ملعب ميلود هدفي في وهران، وهو عبارة عن مركب رياضي بامتياز. الموقع الخاص بالملعب هو بئر الجير في وهران. سعة الملعب تبلغ قرابة 40,000 متفرج. أرضية الملعب ذات عشب طبيعي. تم افتتاح الملعب في جوان من سنة 2021، وتم تصميم وبناء هذا الملعب وفق المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي فيفا. هذه هي الملاعب الأربعة التي كانت مجمدة وتم رفع التجميد عنها وتجسيدها.